الرحمن الرحيم. تكون في رسول الله أسوة حسنة. هل اهتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم اقتداء بسيرته في الحياة؟ يعني أن الإنسان يلاحظ أن الرسول كيف كان يعمل في الحياة فيقتدي به. هذا شيء صعب جدا. أولا تفهم عمل الرسول، هذا شيء يحتاج إلى مطالعة وإلى مدارسة وإلى تفهم. سيرة الإنسان عاش 23 سنة وحمل وبلغ أهم رسالة عالمية، هل هذا شيء سهل؟ لنفرض أن الإنسان أيضاً لاحظ كتاب السيرة، لكن ملاحظة السيرة قد تكون للاستطلاع وقد تكون للاستمتاع وقد تكون للانتفاع. لا تقسم، أحياناً تذهب إلى معرض سيارات أو إلى نادي من النوادي وإنما تريد الاستمتاع، التمتع للنظر فحسب. هذا يسمى السيرة للاستمتاع. وأحيانا الإنسان يذهب للاطلاع، يعني اطلع وأرى. وأحيانا الإنسان يذهب للانتفاع حتى ينتفع. الفرق بين الاستطلاع والاستمتاع والانتفاع. الواجب علينا نحن أن نلاحظ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونلاحظ دقائق السيرة. يعني أقل تقدير الإنسان لازم عليه 10 كتب، أقل تقدير 10 كتب يقرأها بدقة حول أحوال الرسول المخصصة للرسول صلى الله عليه وسلم، في حربه، في سلمه، في كل شيء، حتى أن الإنسان يستوعب هذه السيرة استيعابا للعمل، لا استيعابا للتلذذ او استيعابا للاطلاع. قد يكون الانسان يحفظ السيره، هذا للاطلاع حتى اقولها على الناس، هذا يسمى الاستطلاع والاطلاع. قد يكون له التلذذ، صوره جميله، خريطه جميله، سيره جميله، مراه جميله، سياره جميله، هذا الاستمتاع. وقد يكون لا للانتفاع، يعني أريد تطبيق حياتي العملية على سيرة غاندي، على سيرة كونفوشيوس، على سيرة نوح، على سيرة الحسين، على سيرة النبي صلوات الله على الأنبياء والأئمة جميعا. لازم علينا هذا الشيء. الآن قصدنا من هذه المقدمة بيان جانب من الرسول مرتبط بحياتنا، وهو أنه من أهم ما يجب علينا أن نعمله هو جمع الناس. هذا أهم شيء. بحقيقة هذه الجزائر ما كانت دينية، كانت شعبية، لكنها ثورة شعبية 100%، ما كانت مستندة إلى الغرب ولا إلى الشرق، أو مثل ثورة الهند كانت ثورة شعبية.
إن لا ننكر أن الجزائر أيضا الدينيون والعلماء كان لهم جبهة كبيرة هائلة في إنهاض الثورة وإنهاض الدولة، ولو أن الجبهة الدينية أجهضت لكن ما كانت الثورة الدينية بمعنى الكلمة، ثورة شعبية لقطاعاتها الواسعة ومن جملتها العلماء والمتدينون ورجال التقوى والفضيلة هؤلاء الثلاثة. كل الانقلابات التي رأيناها هذه الانقلابات كانت إما تدور في أفلاك الغرب وإما تدور في أفلاك الشرق. مثلا ثورة محمد الثالث في أفغان كانت تدور في أفلاك موسكو بلا شك، كانت ما أقصد في المستقبل، كانت رابطة يعني أنها تدور في هذا الفلك. أو مثلا ثورة جمال عبد الناصر كانت تدور في أفلاك أمريكا وبعده الرسالات أيضا في نفس الفلك. فإذا كانت الثورة تدور في أحد الفلكين من الواضح كم لهذين الفلكين من الدعوة والدعاية، كم جريدة مربوطة بأمريكا، كم إذاعة مربوطة بها، كم عميل مربوط به، كم حكومات مربوطة بها، كلها قسمة أمر الصدى. ذات مرة قرأت أن في أمريكا وحدها 10,000 مجلة اللي كلها قسم أمر الصدى أشكت. أو روسيا مثلا كم عندها من كتب ومن مقالات ومن إذاعات ومن تلفزيونات ومن دعايات. ذات مرة قرأت أن في سنة واحدة أظن سنة 76 أن الروس نشروا من الكتب 20 مليار، نفوس البشر 4 مليارات، يعني كل فرد من البشر من الطفل إلى الشيخ الكبير صارت حصته 5 كتب أو 5 كتب على نطاق كل بشر العالم في سنة واحدة 20 مليار تقسيم إلى 4 مليارات البشر. فهؤلاء كلهم مع محمد الثالث. وبطبيعة الحال إذا كانت الثورة الأمريكية الروس أيضا يناوشونها بقدر، هم عندهم اتفاق دولي شيء واضح. وإذا كانت الثورة الروسية الأمريكيين يناوشونها بقدر. الدليل على ذلك لاحظوا على محمد الثرقي يقتل الألوف وأية دعاية أمريكية ما تضدهم، يعني لا في الصحف لا في الإذاعات لا في التلفزيونات، شوفوا قاعدين إعلام يضع على هذا الشيء. وأحيانا يقولون كلمة تركمان وأكراد هذول في حدود روسيا وقسم منهم مربوطين بأمريكا، ولذا الممول لهذه الحركات الآن أمريكا بصور ملتوي. وفرد صديق من إيران قلت في الأسبوع السابق قال اكتشفوا في أبادان خلية شيوعية يشتمل على 30 إنسان، كل إنسان روسيا معطيهم 1,000,000 تومان، ومليون تومان في إيران فلوس كلش كثير، لكن واحد هذول مكتشف. فهم بالمال بالسلاح بكل الوسائل يساعدون هذا محمد الكرمي لما قتل، الرشاشة التي قتلته في صوب إسرائيل مصنوع في إسرائيل، يعني كانت الحركة حركة أمريكية، يعني إسرائيل وأمريكا شيء واحد. هذا ما كتبته الصحف والإذاعة قال الصحف كان صوب إسرائيل في الرشاشة. السواق وفي طهران وحدها 60,000 سواق قرأت عن في مكان، هؤلاء كلهم مربوطين بمؤسسة السوداء الأمريكية، هذا لا شك فيه، وكلهم كتبوا هذا الشيء. يعني أمريكا تحرك الثروات في الدعايات في الحركات في التحريم في الهرم في كل شيء. وتصوروا 60,000 إنسان مخرب، لا نقول 60,000 نقول 10,000، يعني أنه نقلل الموضوع إلى 10 من 60,000، 10,000 مخرب.
وقربوا لازم ياخذ الصقور وينزل الحائط. هذا نوع نوعا على انه يقعد في مكان ويقوم في مكان ويصنعه ما صنع معاويه. معاويه وين هذا الجماهير التعليميه؟ راجعوا تاريخه. جاءوا بشعيرات ملطخه بالدماء، زعموا انها شعيرات دحيه اطمان، وجاءوا باصابع مقطوعه، زعموا ان هذه الاصابع اصابع نائله زوجة عثمان ملطخ بالدماء ملفوف في قميص، وجاءوا بقميص قميص مشققه في اماكن وملطخ بالدم، يضعونه يوم الجمعه على المنبر، ومعاويه يرفع عمامته ويلطم على راسه، والناس يضجون بالبكاء. هذا هو امير المؤمنين، وهذه لحية أمير المؤمنين، وهذه أصابع زوجة أمير المؤمنين، مع الفضائل المشهورة. تمام، كان من ضعف عدد أمير المؤمنين بهذه الدعاية المطلوبة. الدعاية مش قليلة، الدعاية أكبر شيء، ولذا اشتهر إلى اليوم قميص عثمان، قميص عثمان، لأن قميص عثمان كان جدا، وكان من ورائه إرادة تجهيل ثورة الإسلام الحقيقية المتمثلة بالإمام أمير المؤمنين. حتى السنة يستعملون ويقولون قميص عثمان في كتبهم، في مجلاتهم، حتى في جرائد، وحتى في إذاعة. يعني أن الدعاية شيء كبير وليست الدعاية شيئا صغيرا. يعني أن الذين هؤلاء يسمون دعاية إلى فلان شيء وفلان شيء، هذا شيء كبير. فأول ما نحن نحتاج إلى هذا الشيء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الرسول كان يجعل من الكفار منافقين، وكان يجعل من المنافقين مؤمنين. في الحقيقة هذه الخطوة من أجمل الخطوات التي تخطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كان له قوة هائلة في جمع الناس، يجعل من الكافر منافقا، المنافق متوسط، الكافر في ذاك الصف، المؤمن في هذا الصف، ويجعل من المنافق ماذا؟ مؤمن. ولهذا رسول الله عليه وسلم تمكن بهذا الأسلوب وبهذه الوسيلة من جمع أكبر عدد ممكن تمكن أن يقيمه في وجه الكفر. الآن في الحقيقة كثير من الناس جاهلون، كثير من الناس يغريهم الدعاية المكذوبة. ذات مرة في جيش علي ومعاوية كان أخوين، أخو في جيش علي وأخو في جيش معاوية، التقيا في صفين، أخوان معسكر هنا ومعسكر هنا، والأخوان التقيا في وسط الصفين. قال المنسوب بالشام الشامي للعراقي المنسوب إلى علي، قال كيف تتبع هذا الرجل؟ يعني علي. قال وماذا فيه؟ قال لك أنه لا يصل. الشامي يقول للعراقي كيف تتبع هذا الرجل الذي لا يصلي؟ خاصه اخذ بيده فقط عبس باوعه وشكوه حتى تشوف يصلي وهو يصلي. بعد مراوره جاء به الى علي، راى وجه علي وجه يصلي، اصلا ما رجع، انخرط باصحاب الامام. الحقيقه الدعايه تؤثر في البسطاء، هذا لا شك فيه. الدعايه السيئه تؤثر في البسطاء، واحيانا لا بسيط، احيانا مغرور به. اليوم شفت قرات في احدى الجرائد الكويتيه يقول الاسلام مقابل التطبيق، شيء ويستمر يقول شيء قبل 14 من هل قبل التطبيق في هذا اليوم. هذا لا شك اما مغرر به واما مغرض، وحتى إذا كان مغرضاً أنه يوسع كلامه في 35,000 نسخة من الجريدة، 35,000 أقل تقدير يقرأها، فالأثرت على 25,000 نسخة. وجوب هذا الحق
إذن في الحقيقة من الضروري علينا ضرورة ملحة أن نقتدي بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في كيفية جمع الناس. أصلاً صنع الأنبياء وصنع الأئمة جمع الناس شلون يصيرون؟ يعني كلهم يصيرون سلمان أبو ذر ومقداد؟ لا، يعني أن الأنبياء يقتنعون بالواحد في المئة من الناس، يعني يعطي للنبي واحد في المئة وتسعة وتسعين إلا 98 ألف مجرد 95 إلى مئة ألف الذي يقتله النبي هو الذي لا ينفع مئة ألف هذا الذي يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة الإمام في صفين مشهورة في الحقيقة، هذه القصة دارس مو قصة. مالك الأشتر كل إنسان يقتل يقول الله أكبر، وعلي عليه الصلاة والسلام كل إنسان يقتل يقول الله أكبر. وإذا الله أكبر الإمام 999 واحد، يعني شو بده؟ يعني الله أكبر مال مالك 999، يعني كم الفرق؟ يعني واحد، يعني الإمام على شجاعته الهائلة ألف يقتل، ومالك الأشتر على أنه مو إمام يقتل واحد أنقص من الإمام. توجه مالك الأشتر للإمام وقال يا أمير المؤمنين أنت قتلت كذا وأنا قتلت كذا، نوع من الملاطفة والتبجح. الإمام قال نعم، لكن الفرق إني ما قتلت إنسانا إلا نظرت في أصلابه إلى 70 شهر أنه مقابل أحدهم للهداية وقتلته، وأنت حفظت حصدا شيء، يعني ما نظرت في أعقابهم، ما هم مؤمنون أو غير مؤمنين. هذه القصة إلى واقعية، لأنها القصة موجودة في الكتب، وهذه القصة أحيانا تقول 500 إنسان والفرق واحد، وأحيانا تقول 1000 إنسان والفرق واحد، وعلى كل هيكل القصة موجود. هذه القصة تشير إلى هذه الحقيقة، وهو أن واحدا في المئة إذا كان صالحا كافر. لاحظ نوح عليه الصلاة والسلام، إن الله سبحانه وتعالى أمهله 1000 سنة إلا 50 عاما حتى أنزل عليهم الطوفان وأهلكهم. شوفوا كلمة نوح يقول ولا يلد إلا فاجرا كفارا، يعني أن نوح بعلم النبوة المرتبطة بعلم الله سبحانه وتعالى كان يعلم أن هؤلاء إذا بقوا مليون سنة فواضي أصلاف المؤمن، ولهذا الله أنزل عليهم القرآن. يقولون دائما عقوبات الأنبياء من هذا القبيل، يعني هؤلاء إذا بقوا لا ابن لا حفيد لا حفيد حفيدة، وإلى يوم القيامة واحد ما فيهم قبل الهداية، الله أنزل عليهم. في دعاء نوح إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا. وفي آية أخرى الله يشير إلى هذه الحقيقة أيضا، يقول لو تزيدوا لعذبهم، لو تزيدوا يعني زالت كل ما في أصلابهم من صلاح، لكن وقد ينزل العذاب وينزل العذاب. لو تزيدوا يعني زالت، يعني زالت طاقة الأخلاق، راجعوا تفسير الآية الكريمة. ذاك اليوم الله يعاقب. سيرة الأنبياء وسيرة الأئمة وسيرة من يقتدي بسيرتهم فيها نفس سيرة التمكن من جمع الناس. من الطبيعي أن جمع الناس شيء سهل أن تقوله، اتجاهات مختلفة، آراء مختلفة، بساطات الناس، قسم من الناس مغرضون، قسم من الناس أصحاب شهوات، قسم من الناس أصحاب يريدون أموال، قسم يريدون كذا، أن تجمعها. النبي لما يقول ما أودي نبي مثل ما أودي، لعله يشير لهذا الشيء. في الحقيقة تجمع المتناقضات إلى أبعد الحدود، تجمع بين أبي ذر الغفار المخلص للدين 100%
وأبي هريرة المخلص للدنيا 100 دينار. اجمع بينهم، هذا من أصعب الأمور. وتجمع بين علي بن أبي طالب الذي لا يرى إلا الحق ولا ينحرف دار الشعرة. حقيقة بعض القصص كيف تقرأ؟ هذه القصة المشهورة التي هي كنز من المعرفة تقرأ عادي بشكل تمجد. قصة أنه نزل كأس من السماء، كأس عسل وعليه الشعر، فعلي قال كذا فيه، وفاطمة قال كذا فيه، والحسن قال كذا فيه، والحسين قال كذا فيه، ورسول الله قال كذا فيه. شعرة، هذا مقصود من الشعرة هو هذا الموضوع، يعني أن الدين بمقدار شعرة في الحرام. هذا كله حكمة، لكن أحيانا تقرأ القصة كقصة عادية أو قصة تمجها الأسماء والأدوار. والله القصة حكمة إذا رجعتمها في وقت ما. الشاهد جمع بين علي الذي لا ينحرف عن الحق مقدار الشعرة، والله لو أعطيك الأقل من السبع لما تحت أفلاكها على أن أعصي الله بأن أسلب نملة جلد شعيرة ما فعل. وبين معاوية الذي هو الدنيا كله للدنيا كله، جمع بين هؤلاء وصل على الرسول. وإلا علي بن معاوية من أول يوم كان ما يتم اجتماعه. المهم الآن في مرحلتنا هذا أنه نعرف كيف نجمع الناس، نعرف كيف نجمع المغيظين، نعرف كيف نجمع المنحرفين، نعرف كيف نجمع الوسفاء، نعرف كيف نجمع المؤمنين. هذا يحتاج إلى الجمع. وليس المهم أن تكون صديقا لعشرة مخلصين أمثال نفسك، وإنما المهم أن تكون صديقا من أبي سفيان الذي بعد 70 سنة يقول الذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار. وبين أن تجمع بين أبي ذر الذي يضحي نفسه ويموت الجوع لأجل الله، هذا هو المهم. وهذه هي السيرة، وسيرة رسول الله قال الله أكبر لما قل الله أكبر. الإمام روى له كلام طويل حول أنه لا يغرنكم صلاة الرجل وصيامه وفطنته. صلاة وصيام الآن الإنسان المنافق والإنسان الفاسق والإنسان المؤمن والإنسان المتدين، لعل كلهم يأتون إلى صحن الحسين ويصلي صلاة جماعة، ولعل الذي هو إمام الجماعة أيضا في بلد ما مثلا هو مربوط بالغرب أو بالشرق مثلا. هذا ليس مهم، المهم أن تتعلم من رسول الله أنه كيف عمل. والتعلم عن رسول الله ليس شيئا سهلا لا واقع. أولا التعلم صعب لأنه فقه، وثانيا التطبيق أصعب. ذات مرة ذكرنا لكم وأنتم كلكم سامعين القصة، قصة حاطب الذي أراد أن يشعلها حرما لا عوادة فيها بين المسلمين وبين أهل مكة. وحقيقة إذا وصل مكتوب حاطب إلى أهل مكة أصلا لعله تغير مجرى التاريخ الإسلامي. مع ذلك رسول الله عليه وسلم قال لعمر: ما يدرك يا عمر لعل الله نظر إليه في بدر وقال له اصنع ما شئت. هذه كانت كلمة إقناعية لعمر، لكن الحكمة كانت وراء ذلك، الحكمة التي لم نتعلمها نحن. بهذا الأسلوب نطلق، وإلا أي إذاعة افتحها، أي راديو افتحه، أي تلفزيون افتحها، أي صحيفة قرأتها، شوف لا بد شرقية أو غربية أو في فلكهم وتهجم من جانب من الزوايا. مثال أكو في العراق، ما أدري حقيقة أو مو حقيقة، أنا سامعها في الحقيقة في العراق وأنا سامعها أيضا، يقولون أكو في الطير يسمى جعجع، وسببه أن هذا الطير له نوع من الحمى. هذا إذا طار هذا يقول جع، هذا يقول جع، هذا يقول جع، هذا يقول جع، الكلام يؤثر. حقيقة هذا حتى إذا مثال واقع هذا الشيء، حتى إذا هذا الشيء مثال هذا واقع. المهم
هو أن نعرف كيف نجمع الناس، مو المهم أن نعرف كيف نجمع الزهار، الزهار لا مجتمعون، مو المهم أن نعرف كيف نجمع المتقين، المتقين هم مجتمعون. نثنوي يقول في شعر الله جميل في الحقيقة لا تعرفون فارسي لاحظ نثنوي على انحرافاته، هذا الإنسان حسب الظاهر منحرف حسب بعض أشعاره. هذا في شعر الله يقول جانب الظان و صدام از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست، یعنی انه اسود الله متحد علي والحسن والحسين والإمام المهدي والشيخ المفيد صلوات الله على الأئمة جميعا، هذول متحدين، هذول تقتلوا بجمعهم شيء طبيعي. وإنما قربان السجان الذي نفوسهم مختلفة، يعني الكلاب والذئاب، لأن الكلاب والذئاب تعض بعضها بعضا، الكلب يرعى الغنم والذئب يختطف الغنم، ولذا دائما اكو مصارعه بين الكلاب والذئاب، هذا على كلية الصحابة، واحيانا تقتل هذه واحيانا تقتل هذه الطائفه هذه الطائفه، في قصه طويله في قصص الحيوان. ذات مره كان في العراق قد رجل اسمه عبد العزيز العقيلي، هذا كان يرشح نفسه لان يكون رئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه. هذا عبد السلام عارف جمع شخصيات عراقية حتى يتشاور معهم في ماذا يصنع بالعراق، كل واحد يتكلم. فصديقنا أصدقائنا كان في المجلس ونكت بها القصة، قال عبد العزيز العقيلي من جملة الذين تكلموا في الموضوع بعد الانتهاء. عبد العزيز كان شخصية ثم قتل عبد العزيز أيضا لحكومة المتاخرة عبد السلام. يقول عبد العزيز العقيلي قال له عبد السلام ابي جد سوي في العراق، قال شنو؟ قال انت مصنف الناس 50 شكل صنف، هذا بعض وهذا شيوخ وهذا قوم وهذا ديمقراط وهذا اخوان مسلمين وهذا حزب التحرير وهذا لجعي وهذا اقطاع وهذا راسمالي وهذا حافظ. قال انت محسونه ما كنتش مع العراق، شنو تعرف شكل سويت العراق انت؟ فهل يعني كانت تسمع العراق؟ الحقيقة ما أروعها من كلمة إذا هو مخلص كان هو مخلص ما أدري ولعله غير مخلص، لكن ما أروعها من كلمة. هل الجبهة الدينية تتمكن بتفريط الناس نعمل شيئا؟ ما يتمكن. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله تعالى يقول فضل الله المجاهدين على القاعدين. بعد ذلك شنو يقول الله أو قبل ذلك؟ يقول وكلًا وعد الله الحسنى. شنو هالكلمة؟ شنو معنى هالكلمة وكلًا وعد الله الحسنى؟ يعني الرسول شأنهم جمع، يقول هذا أفضل من ذا لكن له فضل من ذا وكلًا وعد الله الحسنى. ما له غير معنى، لأن الرسول ما كان يتمكن أن يجمع لولا يقول هذه الكلمة. هي أسلوب سر جمع الناس. في غزوة وفد أظن 300 واحد انسحبوا من جيش الرسول إلى المدينة. ولقد مقتل، هذا انتحار. نص هذا الآية. بعدين الله تعالى يقول هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. مع ذلك يقول وكلًا وعد الله الحسنى. ويقول فضل الله المجاهدين على القاعدين. تفضيلاته. لكنه كلنا معكم وانسحب عن جيش الرسول. والله يصدق في القرآن هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. والزعم من الجيش معصية كبيرة لا شك، مع ذلك الرسول كان بفهمه الهائل والذي لم نفهمه جمعهم. حتى عبد الله بن أبي المنافق الذي هو كان رئيس الذين تحلفوا في غزوة أحد، وهو الذي سبب 300 واحد من أصحاب الرسول في أخرج ساعة الرسول أن ينسحبوا، حتى عبد الله بن أبي جاء ولده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني سمعت أنك تريد أن تقتل أبي، فإذا أردت أن تقتل أبي فمرني أنا أقتله، لأنه إذا قتله غيري
أخاف أن أغضب فأقتل ذلك المسلم القاتل فأقتل مسلما بكافر. الرسول قال لا لا أغضب. وذات مرة أن عبد الله بن أبي أراد دخول المدينة فأخذ ولده السيف على باب المدينة وقال لا تدخل، فأرسل عبد الله بن أبي المنافق ورئيس المنافقين والذي نزلت في شأنه سورة المنافقين أجل رسول الله يا رسول الله إن ابني يمنعني عن دخول المدينة، وكان شيخ عشيرة. الرسول أرسل إلى ابنه قال تنحر قلت. ونزل في شأن عبد الله بن أبي بصورة خاصة الآية ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. مات عبد الله بن أبي المنافق والذي نزل في شأنه سورة المنافقين، نزل في ذلك سورة المنافقين. الرسول كان جالسا في المسجد، جاءه إنسان وفي بعض التفاسير جاءه ولده وقال يا رسول الله إن أبي مات، أو قال فالكلمة خشنة بالنسبة إلى أبيه أيضا. قال ما الرسول قام ومعه الأصحاب قاموا وخرجوا من المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبا عبده. هنا توجه إلى رسول الله قال ماذا تريد يا رسول الله؟ قال أريد الصلاة عليه. قال ألم ينهك الله؟ وما قال للرسول وجبل عباءة الرسول حتى أثر العباءة في عنق الرسول أو أنه سقط عباءة الرسول بعنق وما جبل عباءة الرسول. وكلم الله أيضا صحيح، توجه رسول الله إليه وقال له يا أبا حفص إنك لا تدري ماذا أريد أن يقول، وذهب إلى جنازته وصلى عليه صلاة المنافقين. وعمر يم الرسول يسمع شنو يقول الرسول، كان يعني فرق بين صلاة المنافقين وصلاة المؤمنين. صلاة المؤمنين خمس تكبيرات، التكبيرة الأولى الشهادتان، التكبيرة الثانية الصلاة على محمد وعلى محمد، التكبيرة الثالثة الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، التكبيرة الرابعة الدعاء لهذا الميت، التكبيرة الخامسة والانصراف. صلاة المنافق أربع تكبيرات فقط، الخامسة ما في، وبعد الرابعة يلعنه، يعني يلعن الميت إذا كان منافقا واقعا. والرسول أيضا لعنه عقيب الرابعة، لكن سمعه عمر مو حلقة حتى يسمعون الناس، فمعه عمر قال إنك لا تدري ماذا أريد أن أقول، لكن إني أريد أن أجامل. والمؤرخون يذكرون أن عشيرة عبد الله بن أبي كان عشيرة كبيرة، وعبد الله بن أبي كان المؤثر فيهم أن لا يؤمن وما كان يؤمن، وكان يكاتب اليهود ويكاتب الروم ويكاتب جيش مكة. فلما صلى الرسول هذه الصلاة على عبد الله بن أبي المنافق، الآن من أصحاب عبد الله جاءوا عنه رسول الله، توجه رسول الله عمر قال على نقل الله وعنده تاريخ في سورة المنافقين القسمين. وكم أورث مشاكل هذا عبد الله للرسول صلى الله عليه وسلم. المهم تعلم سيرة رسول الله مو بالصلاة والصيام، هذا شيء معروف، ولا بالسلام والصباح، هذا شيء معروف أيضا. المهم أن تطالع السيرة بدقة وتعرف كيف أن الرسول عاش. وقل أولا مطالعة واجبة، كم كتاب طلعنا في سيرة رسول الله؟ عشر كتب على أقل تقدير. وثم فقه السيرة يعني نفهم الارتباطات، أي شيء مرتبط بأي شيء وأي شيء يناقض أي شيء، والرسول لماذا عمل هذا العمل ولماذا لم يعمل هذا العمل. تفهم بالسيرة. الإمام الصادق يقول أنتم أعلم الناس إذا عرفتم معاني كلماتهم. قسم من الناس بمجرد أن يسمع الشيء فورا ينكر، راجع حق قال باحث انظر، أو قسم من الناس بمجرد أن يسمع هذا الشيء بلا ملاحظة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والارتباطات بعد ما، وهذا ضعيف مو الشيء، مو هذا الأسلوب. الأسلوب التفهم، أنتم أعلم الناس إذا عرفتم معاني كلماتهم.
يعني تفهموا معاني الكلام. فرد واحد في أسواق بغداد من أصحاب الإمام الصادق كان يصيح، الخليفة أجبره على هذا الشيء أنه يصيح خليفة رسول الله أبا بكر. جاء إنسان الإمام الصادق أو الباقر وقال يا رسول الله إن فلان انحرف. قال هو يصيح في شوارع بغداد خليفة رسول الله أبو بكر. الإمام الصادق توجه إليه قال أنت لم تفهم معنى كلامه. وأجبره الخليفة، هذا شيء صحيح. وكان إجبار الخلفاء والدكتاتوريون للناس أن يعتقدوا معتقدهم شيء رائج. قال ألم يقل خليفة بعد رسول الله أبا بكر بالفتح وبالنص؟ قال خليفة بعد رسول الله أبو بكر وقال أبا بكر. معاني كلمات أبا بكر نداء مو خبر، إنما إذا كان يقول كلمة بعد كلمة رسول الله أبو بكر كان خبر مو نداء. حتى في حالة الاضطرار كان يورني يعني تولي. أهم شيء هو هذا الموضوع. ذكرنا رواية حديث، أنا أظن أن الحديث إلا صحيح، لأن في الحقيقة أنا ما رجعت سند الحديث حتى أشوف الحديث صحيح أو مو صحيح. الحديث إذا سنده صحيح هذا تعليم، لأن كثيرا من أعمال الأنبياء والأئمة كانت تعليمية مو كانت واقعية، يعني كانت تصدر بقصد التعليم. الأهم صاحب الكفاية في الكفاية له مبحث حول هذا الشيء، وهو أن الأمر يصدر بمختلف الأغراض. عنده مبحث، هذا مبحث في الحقيقة بلاغي، لكن شيء من الأخوان جاء به في الكفاية بصورة واضحة. فالأعمال كالأقوال لها دلالاتها ومقاصدها. يعني شنو؟ يعني هذا جاء درس الجماعة من الطلبة تفهمون، أدرس كتاب الطلاق، أقول زوجتي فلانة طالق، صار طلاق زوجتي، أردت المثال، وأحيانا أردت الحقيقة، وأحيانا أردت الاستهزاء، وأحيانا أردت تمكين الإنسان الآخر شيئا آخر، ما الانتظار بسلمى أن يهيئها، شنو قصدي؟ قصدي شيء آخر، مقاصد الكلام ومعارض الكلام. فأعمال الأنبياء والأئمة مو أنهم كلهم عبد الله الخائف. الله سبحانه وتعالى في حديث، الحديث يقول قل إني لم أراجع سند الحديث حتى أعرف هذا الحديث صحيح أو مو صحيح، لكن إذا هذا الحديث صحيح هذا تعليم. ذات مرة نوح عليه الصلاة والسلام مر على الكلب ورأى هيكله المنفوس فقال أف له، أنفقه الله الكلب. الحديث يقول أنفقه الله وقال هل تنتقل النكش أو النقاش؟ قال النور إذا تنتقل النقاش فهذا كفر، وإذا تنتقد النفس فهل بيدي حتى جعلت نفسي كلبا؟ هذا الحديث يريد إفادة شيء، وهو أن نوح العظيم، يعني نوح إذا صنع هذا الصنيع بهذا القصد لا يحق له أن يقول للكلب الأب، لأن النتيجة هو هذا النتيجة، فهو اختياري، يقول أب لنفس اختياري أفل لكم بل ما تعبدون. إبراهيم قال الذين يعبدون الأصنام أفل لعمله صحيح، أما أفل لهم صحيح. قال هل تنتقد النقش أو النقاش؟ أم تنتقد النقاش فهذا كفر، وإن تنتقد النقش فليس بيدي، ولو كان بيدي ما حرقت نفسي كلبا. هذه إشارة وكناية والتكميم
أن الإنسان يعرف ماذا يعمل وماذا يفعل وكيف يعمل وكيف يفعل وكيف يسلك في الحياة. من المهم أننا نعرف أن الواجب علينا في هذا الدور الذي نحن فيه والذي هو الشرق والغرب داخلا وخارجا ضد الإسلام، أن نعرف كيف نجمع الناس اقتداء بسيرة رسول الله. كثير من الناس مغررين، كثير من الناس مغفلين، كثير من الناس بسطاء، كثير من الناس لا يفهمون، يحتاجون إلى التفكير كما ذكرنا في قصة علي والأخوين. كثير من الناس النبي لماذا كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون؟ كيف كان يقول النبي؟ متقدس، لأن النبي كان يرى أن هؤلاء بسبب عدم فهمهم يحطمون دينهم ودنياهم. في قصة مشهورة كلكم سامعين القصة أظن أو بعضكم سامعين القصة، ذات مرة جاءوا وسار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مكبلون، إما بسلاسل الحديث أو بأقناع، أقناع لأن سلاسل الحديث ما كان. النبي تبسم لما رآه، كان أحدهم كريئا وقال يا محمد أتؤسرنا ثم تضحك علينا؟ صلى الله عليه وسلم قال النبي ما ضحكت عليكم، وإنما فكرت في أني أجركم بالسلاسل إلى الجنة وأنتم تحملون إلى النار. نار يعني نار هو معنى تحطم حياة الإنسان أعطيكم إلى النار، وإن جهنم شنو لمحيطة بالكافر. الإنسان الذي لا ينام إلى الصباح هل هو جهنم؟ الإنسان الذي راكبه دين يقتر به دائما هل هو جهنم؟ الإنسان الذي عدو له دائما يترقب هل هو جهنم؟ جهنم قسم منها النار، وحتى في الحديث إن الأمة من فتح جهنم ومن فوق جهنم. جهنم عن آلام، المصداق الأقوى لجهنم آلام النار. لكن أنت مريض والعياذ بالله، أنت مديون، أنت محاسب، أنت معاقب، أنت شريف، أنت قريب، أنت خائف، كلهم جهنم. جهنم يعني معناه أن تكون مؤلماً إما في روحك وإما في جسدك. أحياناً الإنسان يأكل خبز بصل بالليل من أول إلى صباح ينام، وأحياناً ماكل أحسن شيء وفي أحسن منتزه ومع أحسن أصدقاء إلى صباح ما ينام، وإنما يتقلب من جنب إلى جنب من خوف أو وجع أو ألم أو عدو أو قهر أو ماش جنب. فالنبي قال إني أضحك لأني أجركم بالسلاسل إلى الجنة وأنتم تهربون إلى النار. من رضي الله عنه وسلم. فالمهم نحن في هذا الدور أن نقوم بتثبيت عملي لفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في جمع الناس من الواحد في المئة إلى مئة، وحتى ما عنده واحد في المئة على العلم وعمل نوح وعمل آدم، لعل ولده ينتهي. والقصة ذات مرة نقلناها لكم ونختم به البحث، الحقيقة ما أجملها من القصة، وإن كان العامل بها ما أسوأها من الإنسان. فالصديق يقول يروح إلى إحدى قرى يزيد، إحدى أرياحه، نقل بها القصة في كربلاء. يقول رحنا إلى حوش من واحد من الريفيين الذي يعيش على الخروف والزرع القليل، حياته ريفية مواطنة. يقول في غرفته شفت مخلف التصوير لرئيس البابية علي محمد في التصوير الأردني. شو هذا التصوير؟ وهذا التصوير علي محمد البابي. أنت شو شايف أنت مؤمن ومتدين؟ قال أنا أقول ربك لو قالوا له والبر الواحد يعطيه بشهر ملك وما أخذ التصوير له لا أخذ له. قلت يا أحمق هذا، قلت
في قرية بغداد. يقول راح شفته قلت له انت خلي مسؤولية ان محمد الضار في فلان غرفة عند فلان بيت. قال شنو؟ قلت له فلوس ارتدت. شفته غداد بالشفا 100 مرة. قلت له اخي متى كان انت عاد عن جد مؤمن متدين وصلي يحضر صلاة الجماعة ومن المستحيل أن ينحرف مقدار شعرة ميت وما تطيع الورش. يقول ما حد قالت لي دفن أنا شلون؟ يا الحقيقة هذا ليس لا هذا لا زوجة ليس وهم أبدا بهائم لكن هذول ولدهم يكبر بس عمر على 5 سنوات بس هذا هذا شيء يقول هذا التصوير في الزندية وهذا الطبيعي المؤمن يقول أشكال الأعلى هذا بل تصوير الزندية يقول شنو الزندية؟ يكبر شوية قبل استطلاع من هذا الزندية؟ يقول طريق واحد ادعى على أنه ليدي مع الإمام كيف يقول يجي وليد المهاي شنو إلا إلا أنه بهاي فالشكار يقول دل على أنه هل الولد بحب الاستطلاع يبني حقه شنو البهائية؟ من هذا؟ شنو يسوي؟ المشكلة اللي ضد المشكلة اللي وقتها هل تساؤلات وعلامات الاستفهام في نفس العقل فعلى ذلك احنا من كل 1000 انسان هالشكل 50 واحد يجيهم للبهائي هو عيدي لكن ابني يجي وهو ابن 100 100 لكن من 1000 انسان اللي هالشكل نسويهم 50 منهم يجيهم هذا ابن هو هذا العمل هو امر الانبياء لكن المنحرف مبتدع امر الانبياء هو ما يجي ربي ابن يجي النبي صلى على عبد الله بن أبي لأن هو لا يستحق وهو يستحق اللعن لكن عشيرته يأتون هذا ما طبقه رسول الله وما طبقه علي وما طبقه نوح وما في القرآن لو تزينوا لعذب لذلك بالمية مية مستحقين عذاب لكن في أرحامهم أكبر المؤمنين عذاب لو تزينوا لعذب فكن في رسول الله أسوة حسنة نسأل الله التوفيق لنا جميعا.